يقول: هل يجوز شراء التورتة ووضع الزينة في البيت في أسبوع ميلاد زوجي وليس في نفس اليوم، على العلم من أننا لا نغني ولا نضع شمعا، وذلك لعمل مفاجأة للزوج بالزينة وفرحة للأولاد؟ نفرح بالوارد في شريعتنا، أما اتباع سنن الهلكة من فارس والروم وغيرهم، وإنشاء أعياد لم ينشئها الله، لم يشرعها الله ولم يسنها الرسول، فذلك ضلال وفرح غير محمود. فأعياد الميلاد والترتات والشموع كل هذا غير وارد في ديننا، ولنا كمسلمين عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة باعتبار عوده وتكراره. أما أعياد الميلاد وأعياد الثورة وأعياد العمال وأعياد الأسرة وغير ذلك، فكل ذلك ليس في ديننا، والله أعلم.